لكن هنريح شويه مع كابتن سهيل وفيق، صح كده؟ عايزين نغير المود شويه، يعني نسيب شويه رياضه ونخش. عارف انت بتغني كويس؟ بيقولوا بتغني مين؟ بغني ام كلثوم. عامه بغني قديم وجديد. يعني بتغني قديم وجديد؟ عايزه يا مريم، بتحبي تغني يا مريم؟ قولي لي قولي لي انت. هي انت عارفه كل حاجه صح؟ هي قالت هتغني عيون القلب بتاعتها. يلا بينا. يلا بينا. معاك الموبايل اهو وهنسمع كلنا. معانا نجمتنا سهيله وفيق هتغني عيون القلب. اشرب ميه بقى. اشرب اللي انت عايزاه، مفيش مشكله خالص، احنا قاعدين مع بعض. اتفضلي. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا صاحية ولنا نايمة، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. هايله هايله هايله. اكيد ما شاء الله عليها، اكيد كلنا عندنا مواهب وعندنا مواهب مختلفه عن الرياضه، لكن